أرخص المباني في وزارة البلدية والتخطيط العمراني. حياك الله. جزاك الله خير، مشكورين على الاستضافة وجهدكم الرائع في استضافة المسؤولين لإيضاح المشاكل تواجه الجمهور والمواطنين والمساهمة في حلها والتوصيل بين الطرفين، وإن شاء الله نكون الله يوفقنا ونقدم اللي يفيد الجمهور ونجاوب على الاستفسارات بشكل يرضيهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب، بداية مجمع رخص المباني، يعني اختصاصاته، أعماله، أهدافه، مكوناته، يعني تشرح لنا ما هو مجمع رخص المباني. احنا في مجمع رخص المباني نختص بالدرجة الأولى في البناء، وما لا شك فيه بأن تاريخ المدن حضاريا يقاس بالدرجة الأولى بما قدمت منتجات حضارية مجتمعاتها، ولعل أهم هذه الإنتاجات هو العمارة والعمران. ونجد أن العمارة هي من أو هي أول الشخوص الحضارية تقاس فيها تطور المدن، بالإضافة لبقية المدخلات الأخرى كالاقتصاد والتعليم وغيرها. وكذلك أن دولة قطر العزيزة متمثل بقيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أولت أهمية كبيرة للنهضة العمرانية في الدولة، وبدأت ملامح هذه النهضة من خلال حفاظ أول شيء على إرثنا المعماري المحلي والميزات التاريخية، إضافة لإحياء المناطق التراثية في مدينة الدوحة بقية المدن، وذلك كي تكون منطلقا ومرجع وحافز كبير لنا نستدل من تطوير المدن وعمارتنا وهويتنا الوطنية. فبالتالي هذه العملية كلها تحتاج إلى تنظيم وتطوير على أساس أنه يكون التطوير بنسق معين ومنظم ويدعم توجه الدولة. فمن هنا رأت الدولة أن توجد هذه الخدمات اللي تخص البناء واللي لها علاقة بشكل مباشر أو بحياة المواطن لأن أسس الحياة السعيدة والمسكن، أن توفر لهم مكان في مكان واحد وتختصر عليهم الوقت والإجراءات وتسهل عليهم. فبالتالي انشأت من هنا فكرة مجمع رخص المباني. وبالتالي المجمع اطلع بدور الإشراف على التصاميم البناء والبناء والإجراءات استخراج رخصة البناء وإتمام البناء حتى يتمكن المواطن من السلام مسكن آمن سليم صحي ويعتبر أو يضيف للنهضة العمرانية لدولة قطر. نعم، هذا بالنسبة للمجمع. يعني المجمع أنتم تختصون بالبناء الشخصي للمنازل والتجارية كذلك. نعم بالضبط. نعم، وهل هناك يعني معايير معينة للسكن الخاص والتجاري؟ نعم، في فرق طبعا بين السكن الخاص والتجاري. يعني شو المطلوب مثلا من السكن الخاص اللي حاب مثلا، هل هناك معايير معينة أو أوراق لازم يكون مثلا مجهزها الشخص قبل أن يبدأ العملية نفسها؟ شوف، الآن نتكلم عن شقين. الشق الأول اللي هو الإجراءات استخراج الرخصة، وهذا معروف وموجود على السايت مال وزارة البلدية. والشق الثاني اللي هو الأهم، الشخص نفسه هذا اللي يبني مبنى الخاص لازم يعرف إيش يبغي في مبنى. يعني ممكن أنا كشخص لي متطلبات المسكن الخاص غير متطلباتك، غير متطلبات شخص آخر. نعم. فبالتالي أنا لازم أكون محدد متطلباتي في المسكن اللي أنا بعيش فيه، وبعد ذلك أتجه إلى الإجراءات اللي أنا لازم أقوم فيها حتى أحصل على الرخصة اللي من بعدها أنا بقوم بشيد هذا المبنى. نعم. وبالنسبة للتجاري، طبعا التجاري يختلف. ليش؟ التجاري بيستخدمه الناس كثير من المراجعين وحسب العلاقة، بينما المسكن الخاص بستخدمه أنا وأسرتي وإذا كان مثلا الزوار اللي هم ضيوف. فبالتالي هذه شروطها غير، حتى من ناحية الأمن والسلامة تختلف، فكل واحد له شروط خاصة فيه. وإحنا طبعا وهذا كل الاشتراطات موجودة سواء الخاص أو التجاري، وكذلك بالنسبة لحجم المبنى. يعني مثلا الفيلا الأربع فيلا يختلف عن مجمع فيلا، الاشتراطات والإجراءات اللي لازم تقوم فيها، والعماير غير عن الفيلا في نفس الوقت، والمجمع التجاري غير عن مثلا المركز الصحي. نعم، وهكذا. المهندس مبارك محمود النعيمي مدير مجمع رخص المباني في بادية الدوحة، صبح عليك بالخير أولا، وارحب فيك في برنامج وطن الحبيب صباح الخير، وأشكرك على وجودك وحضورك وعلى حرصك لإيضاح بعض الأمور لدى السادة المستمعين. صباح الله بالنور وجزاكم الله خير مرة ثانية. حياك الله. وبنطلق من النقطة اللي وقف عندها زميلي في محمد في معايير السكن الخاص والتجاري. طيب، هذه المعايير، طيب في حال أن لم توجد هذه المعايير، ما الذي يحصل بعد ذلك؟ ما كانت هذه الشروط موجودة أو هذه المعايير موجودة لإصدار الرخصة؟ طبعا
بطبيعة الحال في هذه الحالة تعتبر إجراءات الرخصة أو متطلبات الرخصة غير مكتملة، فبالتالي لا يمكن إصدار رخصة طالما أن في هناك نواقص أو في معايير ناقصة، لأن إحنا ما نصدر رخصة إلا بعد ما نتأكد أنها استوفت الشروط اللازمة. فبالتالي ترجع المعاملة صاحب المعاملة اللي بتكون تقدمت من خلال المكتب الاستشاري، ويكون حددنا له إيش النواقص، فبالتالي يقوم باستكمال النواقص وإعادة المعاملة وبعد تكمل الرخصة. لكن بشكل أساسي لا يمكن إصدار رخصة ناقصة لا تفي بالمعايير والاشتراطات المطلوبة. نعم. والفترة الزمنية في إصدار هذه الرخصة؟ بالنسبة للرخصة طبعا احنا عندنا أكثر من نوع من الرخص، احنا مقسمينها لثلاث ثري كاتيجوريز، اللي هم مشاريع صغرى اللي هي من فيلا لين 4 فلل، ومشاريع متوسطة اللي هو من 5 فلل لين مثلا في مستوى العمارات لين 14 دور، وفي المشاريع الكبرى اللي هي من 15 دور وطالع. فكل حجم معين له مدة معينة. مثلا الفلل احنا مفروض انه ما تتجاوز من 3 أيام الى اسبوع. نعم. وبالنسبة للمشاريع الكبرى اتوقع اذا ما حافظني تقريبا بين اسبوعين، ما يقرب من اسبوعين، الرقم مش عندي بالضبط الان. بالنسبة للمشاريع الكبرى المدة مالتها تقريبا قريب الشهر فما دون، يعني ما تجاوزها. ولكن حتى نكون واضحين، أنا قاعد أقول أسبوع الآن أو من 3 أيام إلى أسبوع، فممكن ناس تقول أنا معامل تأخرت شهر. طالما أن المعامل مستوفية الإجراءات والاشتراطات فهذا هو المعدل الطبيعي. لكن هذا ما يعني إذا قدمت لنا معاملة أو خريطة فيها أخطاء أن أنا ملزم بهذا التوقيت، لأنها راح يعني تنجز المعامل في هذا الوقت طالما كانت مستوفية الشروط من أول مرة. لكن إذا كان فيها أخذ ورد، في أخطاء ترجع الاستشاري والاستشاري يعدل، إضافة إلى التزام الاستشاري بالمدة الزمنية اللي مفروض يخلص فيها، يعني إذا طول الاستشاري جلسة الاستشاري شهر ويتناقش مع المالك في بعض التعديلات، هذا لا يحسب على الرخصة نفسها. نعم. والآن النظام الإلكتروني هل هذه الأمور واضحة فيه؟ والله بالنسبة للنظام الإلكتروني هذه الأمور جد واضحة، خصوصا ان احنا الان بصدد تطبيق نظام الكي بي اي الكترونيا. احنا طبقناه الحقيقه من تقريبا تاريخ 15/1، ولكن كان نظام تقارير، اي ما معناه احنا نعرف كل خدمه اذا تجاوزت المعدل المطلوب لها، لان كل الخدمات اللي تدخل في الرخصه اعطتنا معدل معين لكل خدمه، فبالتالي هي ملزمه انها تنهي المعامله في هذا الوقت. فاحنا كنا نتابعهم بنظام الكي بي اي لكن من خلال تقارير. لكن الفتره الجايه راح يكون هذا النظام الكتروني، اي بما معناه ان النظام نفسه هو تدخل في حاله ان تاخرت المعامله عن المعدل المطلوب اللي متفق عليه من قبل الخدمه نفسها. ولكن الاهم من هذا كله ان حتى المكاتب الاستشاريه راح يطبق عليها نظام الكي بي اي. شلون؟ بحيث قبل كانت يسال مثلا البلديه والخدمات اللي لها علاقه بالرخصه، ولكن لا يسأل الاستشاري، فبالتالي المالك يقول أنا معاملتي أخذت شهر بينما المصرح به من 3 إلى أسبوع. فلما نرجع نشوف الحالة نكتشف أن مثلا دخلت أول مرة فثاني يوم طلعت عليها تعديل، فتبقى عند الاستشاري ما يقرب الشهر نتيجة مثلا عدم اتفاق مع المالك على التعديل المطلوب، كثرة أعمال المكتب الاستشاري، يعني هذه الأمور، فترجع يسلمها بعد شهر، فيرجع المالك يقول لك أنا شهر، ولكن هذا شهر out of يعني process، هذا مش محسوب لأنه مش موجودة في الجهات الملتزمة. وبالتالي احنا لقينا أن في جاب معين اللي هو الفترة اللي فترة وجود المعاملة عند الاستشاري، لذلك ألزمنا الاستشاريين أيضا بفترة معينة حتى لما يكون فيها تعديل هو ملزم خلال مثلا إذا فيلا من 2 إلى 3 أيام لازم يعمل التعديل ويرجع لنا إياها على أساس أنها تكمل في نفس المعدل، فبالتالي راح نعرف وين المشكلة. ونتج عن هذا أن المكتب الاستشاري صار مطالب أنه يأخذ حمل بحجم الستاف، يعني أنا كمكتب استشاري ما عندي ذاك العدد من المهندسين يمكنني من إنجاز وقت معين، أنا مش مضطر أخذ هذا العمل اللي هو أكبر من طاقتي حتى ما أحاسب، زائد إذا كنت أنا مطلع لازم أزيد الستاف. ف صارت العملية أعطت أريحية أن كثير من المكاتب اللي ما عنده شغل راح يجيها شغل، وكل واحد يأخذ العمل اللي هو يقدر يؤديه في الوقت المناسب وبينتج عنه خدمة مميزة للجمهور. يعني شلون تحاسبون المكاتب الاستشارية إذا اكتشفتوا أنه في تأخير؟
والله في حسب النظام الكي بي اي راح يوجه الانذار قبل ما تجاوز الوقت، يعني قبل ما مثلا تاخذ عند المعامله 3 أيام يجي له نوع من الالارم انه ترى باقي لك يوم تعدى المعدل المطلوب. اذا تعدى المعدل المطلوب يوقف قيد المكتب الاستشاري فلا يتمكن من تقديم معاملات جديده، بينما المعاملات القديمه اللي هي اوريدي موجوده في النظام تمشي حتى ما نعطل مصالح الجمهور اللي يكونوا متعاملين مع هذا المكتب. وفي نفس الوقت تروح رساله حق المالك تقول ان هذا المكتب الاستشاري متاخر في المعامل الفلانيه اللي هي تخصك، فبالتالي عرف المالك او المطور وين الخلل، هو في خدمه معينه او ايضا للتغطيه ولاطلاعنا على الصوره الحيه من هناك. زميلنا خليفه صباح الخير. صباح الخير زميله ليلى، حياك الله اخوي خليفه. نعم تفضل. نعم زميلنا، لو تعطينا صورة أو فكرة من داخل مجمع رخص المباني كيف تسير الأمور المعاملات المراجعين هناك. نعم طبعا زميلة ليلى ومستمعنا الكريم، احنا الآن متواجدين فعلا في قسم رخص المباني، وحتى قبل لا نطلع الهواء أنا سألت بعض الموظفين المتواجدين فعلا هناك يعني سهولة في تقديم الطلبات وسهولة أيضا في الاستقبال، لكن يمكن الكثير تطرق لقضية اللي هو الاستشاري وما يدور طبعا في مكاتب الاستشارية، هي حلقة وصل بين المالك طبعا صاحب الملك اللي راح يبني أو طالب الرخصة وبين هذه الإدارة، وطبعا كثير من المشاكل تدور في هذه النقطة. لكن خلوني في هذه اللحظات ألتقي مع أبوي بغانم، وأبوي بغانم يعني من الصبح تقريبا من الساعة 7:30 متواجد هني، خلني أسأله على إيش مقدم وإيش المشكلة اللي مثلا متوقف عنده أو متوقف عنده موضوعه. بغانم صبحك الله بالخير. الله يحييك يا بغانم. بغانم أنت جاي تقدم رخصة أو تعديل على مبنى عندك ومن الصبح تقريبا هني، ليش واقف المعاملة؟ علشان شنو واقف؟ ما أعرف إنها واقفة على أي شيء. أنا قدمتها بلدية المصلان، بلدية المصلان معانا استشاري ما أدري شو سووه. واليوم بكرة آخر النهار تعال معانا الترخيص البلدية. نعم. جيت الترخيص ما يا الاستشاري من الساعة 7. شريك ما جاء يا أبو غانم. استشاري ما جاء. قلت معاني ما بعرفين غضية من أولها لنا غضية. وبغانم إذا استشاريك أيضا ما جاء هناك مشكلة في حل موضوعك مثلا، وأنا من الصبح حتى متواجد معاك وألاحظ أن الاستشاري عندك تأخر، هل الاستشاري أيضا في شغلك أثناء عملك أو أثناء الإجراءات كان يتأخر مثلا ولا هذه الأيام بس؟ طبعا الاستشاري يعني معاملات كثيرة عشان أعرف عنه. أنا يعني معاملة واحدة ما خلصت للحين. نعم. ما عندي 40-50 معاملة، 100 معاملة. طيب معاملة واحدة في 20 سنة، بعد 20 سنة معاملة واحدة، المعاملة الواحدة تقعد لها 4 شهور 5 شهور. نعم شفت أنا يا أبو غانم، نعم الأوراق قدامي وهي في منطقة مصلال أبو غانم، يعني تابعة لبلدية مصلال، لكن الموظفين هنا قاعدين يحاولون أن يمشون الموضوع. بس ما عارف ليش جابوها في الدوحة. يعني نقول الحل أبو غانم عند استشاريك لما يجي الواحد يشوف وتوضح الرأي. غايب حجته معه، الغايب حجته معه ما أعرف. نعم. هذا من الساعة 7:30 إلى ساعة كذي، وأنا سويت تليفون يقول لي إن شاء الله جايك ما جاء. لكن لاحظنا استقبال الموظفين في هذه الإدارة، استقبال كان طيب لك وأعتقد وصلوك للمكان، لكن الآن مشكلة هي الاستشاري. ما يعني الموظفين كيف كان تعاملهم وياك في تقديم طلبك وموظفين إدارة تخطيط أو الرخص؟ والله اللي العز والشرف إني بين يديهم، ما قصروا كل شيء، لكن ما عندهم طريق يروحون عليه يساعدني إلا عن طريق الاستشاري. الاستشاري هذا واقفين عن طريق الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. جزاك الله خير يا أبو غانم. يعني مستمعينا وزميلة ليلى،
يعني مثل ما سمعتوا أبو غانم وهو طبعا من أبهاتنا الكبار في السن ومن الصبح متواجد، وفعلا احنا لاحظنا جميع الموظفين في رخص المباني يعني يقومون على عملهم أو واجبهم بأكمل وجه، لكن هناك أيضا بعض النقاط أو القصور من الاستشاري، لأن الاستشاري هو حلقة الوصل بين هذه الإدارة وبين المالك. وحتى ضربنا مثل أنه هو مثل عمود الخيمة، لما يوقع هذا الاستشاري راح يوقع الجميع معه. لكن زميلة ليلى ومستمعنا الكريم، وأيضا يعني في ظل ضيفكم الكريم وتواجد ضيفكم الكريم في الاستوديو، يعني ياليت هناك وبعض المقترحات من بعض طبعا المراجعين أن هناك جهة أو قسم لمتابعة يعني الأمور من خلال الاستشاريين، وفعلا جلبهم إلى هذه الإدارة في حالة وجود أي مشكلة، حتى لا يعني يكون هناك معوقات لهذه الخرائط أو هذه الرخصة. لكن أيضا أذكر ومن خلال الشكاوي اللي وردت للبرنامج زميلة ليلى ومستمعنا الكريم، أن هناك مشاكل في طبعا استقبال الطلبات، أحيانا يكونون مجموعة كبيرة من المراجعين أو نقول المندوبين يحملون أكثر من رخصة، لذلك يعني يعيقون من هم وراهم. لكن يعني من خلال سؤالنا وتواجدنا في هذه الإدارة اتضح أن هذا النظام ألغي يعني من فترة طويلة، وأيضا فعلا الآن أصبحت حتى المعاملات عن طريق البريد الإلكتروني وتواصل طبعا الإلكتروني من خلال النت وغيرها من الوسائل الحديثة، طبعا لا وجود لتراكم كثير من المراجعين أو المندوبين طبعا معاملات كثيرة، الآن أصبحت سهولة. إذا النظام الإلكتروني سهل يعني للمواضيع وسهل الأمور وحد من هذا الازدحام اللي كان سابقا تينا عليه كثير من الملاحظات. عموما زميلنا خليفة رميحي راح نرجع لك أكيد، وراح نتواصل معك مرة ثانية من مجمع رخص المباني في مدينة الدوحة، يعطيك العافية. بإذن الله. حياك الله. طيب إذا المهندس مبارك محبوب النعيمي مدير مجمع رخص المباني في مدينة الدوحة، يمكن كانت واضحة لاحظت البغان موضوع يعني المكاتب الاستشارية الهندسية، يعني هذه المشاكل اللي قد تحصل بين صاحب الرخصة ومكاتب الاستشارات الهندسية، دوركم في مثل هذه المشاكل. طيب أول شيء بغيت أنوه الأخ سعد غانم نعيم يعتقد صاحب الشكوى، أنا قبل هو ماي الصباح قبل طبعا ما كنت بالدوام اليوم جيت هنا، بس أنا بلغوني بالإشكالية اللي عنده. هذا الأخ سعد هو عنده معاملتين، والمعاملتين من تاريخ 17/3 موجودة في مكتب الاستشاري، عنده معاملة بتاريخ 17/3 للآن وجود في مكتب الاستشاري ما سلمها، وعنده معاملة ثانية من تاريخ 15/1 هي موجودة عند مكتب الاستشاري، قدمت المعاملة طلبوا عليها تعديل رجعت للاستشاري والاستشاري للآن ما سلمها، فهذا حاصل. ولكن أنا يمكن مع بداية البرنامج ما نوهت بعض الامتياز النقلة اللي حدثت باستخدام النظام الإلكتروني رخص المباني. النظام الإلكتروني قلل الزحمة، بالتالي مش مضطر المراجع أو المالك أو المكتب الاستشاري أنه يحضر، فبالتالي هو جالس في المكتب يقدر يقدم المعاملة من أي مكان في العالم، مو بشرط في المكتب، لأن احنا نتعامل مع مكاتب عالمية يقدر يقدم لنا من أي مكان. حتى المالك نفسه مش مضطر يحضر انه يراجع، بإمكانه يدخل على موقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يدخل فقط رقم بطاقة الشخصية زائد رقم تليفونه ورقم قطعة الأرض، بتجيل البيانات وين وصلت معاملته وين خط سير معاملته، فبالتالي هو يعرف وين الإشكالية، لأن واجهنا نفس ما ذكر الوالد سعد غانم النعيمي الله يحفظه انه ما يعرف وين المشكله، وان ينتظر الاستشاري من الساعه 7:30 والاستشاري ما جاء. هذا ندل في البدايه يدل على ان الاستشاري مش التزم بالمواعيد، فاذا كان ما التزم مع صاحب المعامله فبالتالي احنا نفهم انه ممكن مش ملتزم في اداء المعامله. لكن بالنظام الالكتروني اصبح كل واحد يحاسب على خطأه، فاحنا الان واضح عندنا متى تقدمت المعامله، متى سلمت الى وزاره البلديه، متى رجعت عند الاستشاري وكم استغرقت. هذا كلها الامور وفرها النظام الإلكتروني. إضافة إلى ذلك إحنا المكتب الاستشاري اللي يتقن عمله مش مضطر يحضر إلى المجمع إلا عند استلام الرخصة، يعني التواصل وإرسال الخرائط والتعديلات والمناقشات خلال السيستم كلها من خلال النظام الإلكتروني.
وبالتالي ما راح يحتاج يحضر إلى المجمع إلا في حالتين. الحالة الأولى اللي هي نفس ما قلنا لكم في سواء استلام الرخصة، والحالة الأولى في حالة أن في تعديل مطلوب والمكتب الاستشاري ما قدر يفهمه، فبالتالي من حقه يطلب من خلال النظام مقابلة المهندس المسؤول عن مراجعة الرخصة، وطبعا من خلال النظام هو عارف من المهندس اللي عند المشروع فيطلب مقابلته، وعندنا قاعات اجتماع من أعلى على أعلى مستوى فيها كل الإمكانيات، بإمكانه يحضر يفتح الخرائط المشروع الإلكتروني ويناقشه ويشرح له لين يفهم، يروح ويرجع يقدمها مرة ثانية إلكترونية، فبالتالي ما عاد عندنا ورق، ما عاد عندنا زحمة مثل ما أنا هو الزميل. نعم خليفة. طيب خليفة. المشكلة وغانم شلون تعاملون الآن مع مثل هالمكاتب؟ يعني لا خلص موضوعه، موضوعه متأخر حسب ما أنتوا يعني حتى عندكم استشاري. أنا شوفوا قال لك يا على الهواء، أنا في يمكن أقل من نص دقيقة عرفت المعاملة وين، وين المشكلة. طيب مثل هالمكتب شلون تتعامل معه؟ يعني بيتم وعنده أكيد عنده معاملات ثانية مع مواطنين آخرين أو مع شركات أخرى، مع ناس مطورين، مع مثل هذا المكتب يعني وجوده يعطل عملية البناء نفسها. بالضبط بالضبط. في الحالات احنا دائما ننصح المطورين والملاك اذا عندك معاملة في الرخص، احنا طبعا بغض النظر يعني عن مستوى الانسان كل شيء له ناسه، يعني الحين كثير من الناس ما يفهم مثلا في الخرائط والاشتراطات، وهو بالتالي يقوم ويوكل مكتب استشاري عشان يؤدي له الخرائط بمبلغ معين، فبالتالي مفروض لما تجي تراجع المعاملة يكون معاك المكتب الاستشاري حساس اذا في ملاحظات يفهمها المكتب الاستشاري ويعدلها، لأن المالك قد ما كان مطلع يمكن ما يفهم هذا الأمر، فبالتالي إحنا ننصح دائما الملاك لما تيجي المجمعات بتراجع جيب معك الاستشاري لأنه هو الموكل بأداء العمل هذا. زاد في مثل هذه الحالات إحنا نتدخل هني، نطلب المكتب الاستشاري إذا طلب المالك، نطلب المكتب الاستشاري ونسأله عن سبب التأخير وليش متأخر على المالك ومو قاعد يتجاوب مع المالك ومع الوزارة، ونعطيه إنذار شفهي. في حالة ما استجاب الإنذار الشفهي نحوله إلى لجنة قبول مهندسين اللي تمنح تراخيص إلى المكاتب الهندسية الاستشارية، إذا تكرر يوصل العقاب إلى إيقاف قيد المكتب، أي ما معناه منع من مزاولة المهنة. طيب المهندس مبارك محبوب نعيمي مدير مجمع رخص المباني في وزارة البلدية والتخطيط المراني، فاصل إعلاني ونعود بعده، ابقوا معنا ومع موضوعنا المهم عن مجمع رخص المباني. ها ابو ناصر ايش عندك؟ اشوفك تعب اللنج. اي والله. وطني الحبيب صباح الخير اعزائي المستمعين، مره اخرى نرحب بالمهندس مبارك محبوب النعيمي مدير مجمع رخص المباني بوزاره البلديه والتخطيط العمراني، وعندنا مكالمه، خلنا ناخذ يوسف. يوسف صباح الخير. صباح الخير اخوي محمد. يا مرحبا حياك الله، تفضل اخوي باختصار. الله يخليك. نشكر اخونا مبارك محبوب وعلى الجهود اللي قايمه بحقيقه وشعله من النشاط. بالنسبه اخوي انا عندي موضوع بخصوص بغيت احب اسوي برا البيت، عندي ملحق بغيت ابني عليه سور وطول الله يسلمك 8 متر في العرض بخمسه، برغم ان الملحق هذا يعني مسلح مو بتقول كيربي، فقدمنا الطلب حق بلدية الريان فرفضوا، قالوا أي ملحق خارجي لا يمكن القيام عليه أي دور ثاني اللي هو استور أو أي إن كان، فيشوف إذا لاحب بدل لو كان في مجال نقدر نعيد ونقدم الأوراق، وإذا كان ما يصير يقول إيش الأسباب. وشاكر لك يعطيه العافية. حياك الله يوسف، أهلا فيك. واضح الستور فوق الملحق. أعتقد أن أنا ما أدري بس ما بات علينا حالة الستور فوق الملاحق، هذا ممنوع طبعا وفق الاشتراطات. إحنا نسمح بقبو في حالة الملاحق، يعني في كثير ممكن لاحظتوا الفترة الأخيرة من المجالس يكون عنده قبو تحت أو بيسمنت، لكن السور فوق ذي مش مسموح، هذا طبعا وفق الاشتراطات التخطيطية اللي من دار التخطيط العمراني، فما أدري إذا كان في تعديل على هذه الاشتراطات في بعد طرح الخطة العمرانية بشكل كامل، لكن للآن هذا ما يتم ماشي مع القانون، فأنا أنصحه إذا مش ممكن وضع ستور فوق الملحق ويحاول يلجأ إلى البيسمنت، يعني مسموح لبيسمنت. طيب لو البيت قائم؟ إيه هو أوتوماتيكية إذا البيت قائم خلاص. بيت قائم يعني هذا شكله يوسف، يعني تدري الواحد يبني بيت بس بعد فترة يكون محتاج يعني لأشياء، مهما سويت مثلا مهما خططت قبل البناء
في أثناء الخريطة، يعني إلا تطلع عندك أشياء أثناء البناء أو حتى بعدين يعني أنت تحتاجها حاليا أنت ما تفكر أنه مو محتاجها، لكن بعد فترة بتلاقي نفسك في مثل هذه الحالات. يعني شلون يتصرف؟ خلاص إن هذا هو بيت العمر بالنسبة للمواطن، وأنا أتكلم عن الفلل وبيوت يعني المواطنين. صحيح، لكن في أمور يمكن يعني يصير لها تعديل، يمكن مثلا أخطاء تصير في البداية الواحد يقدر تجاوزها في المرحلة المتقدمة، لكن في أشياء لا صعب، يعني مش كل شيء تقدر تحققه. لكن قلت لك أنا هو في حل بديل، ولكن بناء أن قائم البناء فصعبة، لأن حتى يعني من ناحية المعمارية لما يكون ملحق وعليه السور يعني معليش هو ممكن يؤدي غرض له، لكن كمنظر جمالي كنمط معماري مش مرغوب، راح يأثر على المنظر العام للمنطقة اللي هو فيها. في شغلة صراحة يمكن حتى في سؤال هني، ليش ما يكون، ليش دائما في فراغ ما بين الملحق، وخاصة مثلا احنا نتكلم عن الملحق الخلفي للمنزل مو بالميلس او لا، يعني نتكلم عن الملحق اللي في المطبخ والستور وغرف مثلا العمالة، ليش ما يعني ليش لازم يفصل عن المنزل؟ هذا له علاقة باشتراطات السلامة وطريقة سيركليشن الحركة داخل البيت. يعني طيب. مثلا لما توصل الملحق بالجسم الفيلا الرئيسي او المين يونت الوحدة الرئيسية ما راح تكون الحركة داخل البيت سهلة. يعني طيب لو سويت وراء الملحق فراغ ما حد يمنعك، لكن ايش بتسوي في الفراغ؟ راح يكون مكان فقط يجمع الاوساخ والاشياء، فهذا بالعكس ضار، ولكن ما يمنعك حد. يعني لو اني مثلا سويت، قلت لك انا الان الملحق نفسه اضفته للمنزل وخليت الفراغ في الخلف، يعني صار وحده صار مع صار مو وحده مع البيت، ولكنه ملحق يعني ما في مشكله، يعني ما عندك مشكله، لكن من اللي بيضيع مساحات؟ يعني ابني دور ارضي فراغ فوق، هذه مساحات ضائعه تعتبر يعني ولا ننصح فيها، يعني الواحد يكون ارضه محدوده فهو محتاج يعني لا ممكن يسوي فيها ساعتها الستور اللي قلنا عليه ساعتها ممكن، صح ولا لا؟ لان وحده مع البيت مع المنزل بيكون هني هذا بيكون دور ارضي بدون يعني لو اضافه بتعتبر اضافه للفيلا نفسها ما عنده مشكله. بس ما اعتقد واحد بيسوي هذا لان شكله يعني انا مش قدامي مخطط ما احكم لك عليه، لا احنا قاعدين نحط يعني حتى لو كانت افتراضات بعيده، بس لازم الواحد يراعي المنظر الجمالي، ما اعتقد انه بيكون منظر حلو بالشكل يعني. طيب. يمكن هذه ملاحظة وصلتنا من أحد المكاتب الاستشارية، يعني ذكر أن هناك شكوى على مجمع الرخص إذا كان في تعديل مثل ما ذكرت وتفضلت سيد مبارك، لماذا لا يكون هذا التعديل مرة واحدة؟ يعني بعد التعديل الأول سواء تعديل من جانب كهرباء أو تعديل من جانب الإنشائي أو غيره، بعد التعديل الأول وقد يأخذ أيام أو أسبوع يطلب المجمع تعديل ثاني من مكان ثاني أو جهة أخرى، يعني فلماذا لا يتم التعديل مرة واحدة؟ يعني طلب التعديلات يكون كله مرة واحدة. خلكم معك دقيق إذا كان هو سؤال الاستشاري مثل ما فهمت. إحنا الآن العملية تتم كالتالي، لما يقدم الخريطة تدرس معماريا من ناحية المعمارية إذا كان موافق على الشكل من ناحية الارتدادات والارتفاعات والتقسيمات، هذه نحدد له مخدمات معينة لازم يحصل على موافقتها، ويحصل على موافقتها من خلال تقديم خرائط خاصة فيها حفظ الاستشاريين. من ميزات النظام الإلكتروني الجديد أن يقدم الخدمات هذه كلها بالتوازي، يعني الآن لما أنا أقول لك الرخصة تأخذها مثلا مدة معينة، ممكن واحد يقول لي طيب أنا خلصت كهرباء وبعدين بقدم، لا قدم الخدمات كلها في نفس الخط، كل واحد في جهة يدرس، لأنهم مش مترابطين في بعض، يعني مش يعني مثلا كهرباء ما راح يقول لك أنا ما راح أدرس لين تخلص مثلا الصرف أو لين، لا كل واحد في مجاله. فممكن إذا الخرائط كلها يعني معمولة بشكل مدروس ترجع الردود مرة واحدة، فممكن ترجع في نفس التوقيت كل واحد درس على أحد. فبالتالي إذا أنا مثلا كدفاع مدني أعطيتك ملاحظات، مش معناها أن كهرباء بتعطيني ملاحظات، تكون كهرباء ما أعطتني ملاحظات، لكن وممكن في نفس الوقت كهرباء لها ملاحظات والدفاع المدني لها ملاحظات، وفي ناس ثاني ما لها ملاحظات، لكن يقول لك أن هذا ليش عطاني وهذا ليش ما عطاني، كل واحد في تخصصه. لكن هي مستحيل إذا كان هو يقصد ان انا قدمت حق كهرباء وعطتني ملاحظات وحليت سويت لهم الملاحظات قدمت لهم طلعوا لي ملاحظات ثانيه، هذا تعديل مش ثاني، تعديل ثاني هذا مش موجود، وبالتالي تتاخر المعامله. لكن يصير في حالات معينه يطلبون منه تعديل معين، فلما يعمل التعديل هذا يترتب على هذا التعديل تغيير شيء كان موافق عليه، فلما يرجع المعامله مره ثانيه يلاحظ ان الشيء اللي كان موافق عليه صار عليه تعديل
نتيجة طلب تعديل في إحدى الخدمات، فبالتالي لازم يرجع يقول لا عدل، لكن شيء درس من أول مرة وعطيت عليه ملاحظات، ثلاث ملاحظات وعملت، خلاص انتهى الموضوع، مستحيل يطلعون له. إذا صارت حق أي استشاري يراجعني وإحنا نتصرف، لأن إحنا عندنا تعميم داخلي في حالة أنك أعطيت ملاحظات معينة وعملت وعطيت ملاحظات ثانية غيرها، يدل على أنك ما درست المعاملة بشكل وافي، أو أنها صارت عملية مزاجية، وهذا الموضوع ما في مجال للتسامح فيه نهائيا من قبل موظفينا. طيب المهندس مبارك محبوب النعيم، مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، يعني وجود إدارات للخدمات في مجمع رخص المباني، احنا نعرف ان هناك يعني سلسلة من الـ 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 الإدارات اللي تخص الرخصة نفسها أو خروج الرخصة نفسها، ما هي هذه الإدارات الخدمية، وما هي الآلية التي تتم فيها مثلا الرخصة أو تمشي فيها الرخصة خلال هذه الخدمات أو الإدارات الخدمية؟ شكرك أخ محمد على هذا السؤال. الحقيقة الإدارات الخدمية الموجودة في مجمع رخص المباني هي جميع الإدارات اللي لها علاقة برخصة البناء، ووجدت هذه الإدارات في مكان واحد حتى يكون أي شخص سواء مطور أو مستثمر معاملته تبدأ وتنتهي في نفس المكان، مش مضطر يروح أي مكان ثاني. وهذه الإدارات هي وزارة الداخلية متمثلة في الأنظمة الأمنية والدفاع المدني، أشغال متمثلة في الطرق الصرف الصحي، كهرباء متمثلة في المياه والكهرباء، أريدو والريل، كل ما العلاقة برخصة موجود عندنا، وهذه العلاقة بيننا وبينهم هم أردي معانا في النظام الإلكتروني، فالمعاملة تستقبل من قبل البلدية المعنية، وبعد ما تدرس معماريا تحول إلى الاستشاري، حيث أنه وتحدد للخدمات المطلوبة، فهو يحط الخرائط مال الخدمات يبعثها الإدارات اللي هي أوردي موجودة عندنا، ولكن يقدمها إلكترونيا، ما معناه أنه ما يحضر، ولكن الميزة لوجودهم في حالة أنه بغي يناقش أكثر من إدارة، الشخص يجي مكان واحد ويناقش كل الإدارات إذا كان عنده ملاحظات مع الإدارة فلانية مع الإدارة فلانية ويروح، فبالتالي وفرنا عليه الوقت والجهد، في نفس الوقت يعني خدم يقدر يقدم أكثر من مشروع، يستفسر أكثر من مشروع، فهذه كلها من باب تقصير فترة استخراج الرخصة. عملية بعد الآلية هل يدخل الموضوع الزمن المحدد ضمن الخدمات الأخرى أو الإدارات الخدمية الأخرى عندكم، يعني وتكونون مراقبين عليهم في حالة مثلا تأخر جهة معينة، مثلا نحن نقول مثلا الكهرباء تأخرت، مثلا المفروض المعاملة تتم عندها يومين أو ثلاثة أيام فتأخرت عن هل عندكم القدرة على كشف هذا الموضوع؟ أكيد إحنا بالنسبة للنظام، إحنا كمسؤولين بالدرجة الأولى عن النظام الإلكتروني، إحنا نقدر نعرف كل إدارة تأخرت عندها المعاملة وش كثر تأخرت، من حقنا نسألهم ليش تأخرت المعاملة، لأن إحنا في إحنا دينا نفس ما قلت لك حطوا المجمع الهدف منه اختصار الوقت، فلما يكون نعمل هذا كله نعمل النظام الإلكتروني ويجي معاملة خدمة واحدة تأخر، فبالتالي ضربت الشغل كله، لأنه مستحيل تأخذ الرخصة طالما أن مثلا أحد الإدارات الخدمية ما أعطتك موافقة، فبالتالي شغل الناس الثاني كلهم ضاع. عشان هالشكل إحنا ما يعني خلي أقول لك نحاول ما أن ما حد يتأخر، وإذا في حد تأخر لسبب ما إحنا نحاول نذلل هذا الأسباب، إذا كان مثلا شيء في النظام إذا يحتاج فسلت الزيادة نوفرها له، ولكن إحنا نشرف عليهم ونمنع حدوث هذا التأخر، ولكن الأهم من هذا كله وين التأخير إحنا نقدر نوجده ونقدر نحدده ومن الشخص بالضبط في أي إدارة كانت من الإدارات الخدمية. طيب معنا مداخلة من أبو محمد. أبو محمد صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم. تحية لكم تحية لضيفكم الكريم. حياك الله أبو محمد، تفضل. الله يسلمك. أنا بس أطرح يعني سؤال وفي نفس الوقت اقتراح لضيفكم الكريم جزاكم الله خير. أنا يعني بضرب مثل علي الآن. أنا بالنسبة لسنش من تقريبا سنة أو تقريبا ست أشهر على أساس كنت بسوي بنت أو إضافة فوق الطب، فرحت البلدية قالوا لا الحين النظام تغير، صار عندنا نظام الأوتوكات ولازم يكون في سيدي ولازم أقول شو، قلنا غير إن شاء الله، قالوا تشوف لك استشاري على أساس أريد يسوي لك الخرائط. ورحنا للاستشاري ودت على الاستشاريين كلهم الله يسلمك، أقل واحد قال لي 20 واللي يقول لي 15 واللي يقول 30. ليش يا جماعة الخير؟ أنا بس بنت هاوس. قالوا لا أنت الحين لازم
تسوي خرائط من جد وجديد على هذا السي دي ويسمونه نظام الاوتوكاد علشان احنا نتصرف فيه وعلشان ما ادري وش وعش. وهني عاد يصير الله يسلمك المواطن ضحيه حق المكاتب الاستشاريه هذه. انا اقول يا ريت يعني بس في هالحاله هذه ان البلديه السن سعر محدد بالنسبه حق اللي يسوي اضافه واللي عنده خرائط على النظام القديم 1000 ريال 1500 ريال يا اما ان البلديه تتبنى الموضوع هاي يا اما ان يشرطون على الاستشاريين ان يسوون لهم حد. نعم ان شاء الله راح يرد عليك ابو محمد ضيفنا الكريم مبارك محمود نعيمي. ولكن بعد مداخله ابراهيم. نعم ابراهيم صباح الخير. صباح النور يا ابو. حياك الله يا ابو. تفضل. صباح عليك وعلى الاخ مبارك. الله يخليك. الله يسلمك. انا عندي استفسار بخصوص ايش الارتفاعات اللي داخل المبنى. شلون يعني؟ يعني الارتفاعات لو انا جيت عملت ليفلات في الفيلا نفسها. يعني مش خارج الفيلا داخل الفيلا يعني خلينا نقول ارتفاعات يعني نقول 16 درجه اطلع ولا مثل نظام الميزانين بس داخل الفيلا مش خارجي يعني خارجي ما الحبيب بس هذا غير مسموح يعني معناته بيصير ثلاث طوابق اي بس لا ثلاث طوابق بس من داخل الفيلا يعني ما راح يبين شيء خارجي يعني بس من داخل الفيلا يعني مجرد ليفلات ان انا العب فيها شيء ديكوري يعني داخل الفيلا يعني يعني شيء قانون امشي عليه بس هذا الشيء جيت انا رجعت مكان مره قال لا والله اذا عندك ارض كبيره نسمح لك ما يصير يعني انا داخل فيلا يعني ايش نظام الارض كبيره والارض صغيره اتكلم في يعني هندسيا الموضوع ممكن ليش رافضين ما قالوا لك والله رافضين قالوا شيء قانوني ما عندنا شروط بس هل حددوا لك مساحه للارض لا لا ايه ما هو جيش قال لي اذا قصر بعطيك قلت له شيخ انا ما اتكلم عن قصر انا اتكلم عن الارض عندي معي انا انت ارضك كم مساحتها 1225 1200 يعني ارض ما شاء الله يعني مو بانها صغيره اي نعم يعني انا عامل الشيء مشيت الشيء ارتدادات طيب. قانونيه وارتفاعات طيب. قانونيه بس تحكموا فيه والله لا اعمل بيت يا اخي انا واضح ابراهيم عشان نستغل الوقت وضح نعم. وضح الموضوع خلاص شكرا الله حياك الله يا مرحبا فيك نبدا ابراهيم ولا ابو محمد؟ لا خلينا نبدا محمد خلاص نعم موضوع يعني سعر السعر المحدد للاضافات مثل ما ذكر ليش ما يتم وضع سعر محدد ويمكن ما عندنا خلفيه عن هذا النظام الاوتوكات والسي دي وهذه الامور لو توضح لها لنا اول شيء بالنسبه لاضافه البنت هاوس انا صراحه يعني متفاجئ ان طلبوا علي 20,000 يعني هذا مبالغ مبلغ يعني مبالغ فيه جدا وزاد التعقيدات اللي قالوا لي اياها الاستشاريين الموضوع ما يتعدى كونه يجيب تصميم مال البنت هاوس اللي يبغيه على الاوتوكاد واي اصلا مكتب استشاري ما عاد ما في حد مكتب يرسم بايده اصلا عن طريق البرنامج الاوتوكاد يرسم له الرسمه بس اذا كان ما عنده الخرائط القديمه لان انا المفروض لما تجيب لي البنت هاوس تبي تضيفه ابي اشوف شلون بيكون وضعه مع البناء القديم اذا ما عنده بناء الخرائط كانت على النظام القديم الورقي احنا على اساس سهل على الناس نقول له اعمل لي سكان للخرائط القديمه وضيف لي الشيء الجديد يعني بالعكس ما تاخذ من اللي عقد له العمليه ما ادري وانا اقول للاخ ابو محمد خلي مر عليه وانا بخلص له اياه في اقل من اسبوع موضوع منتهي لكن اذا كانوا المكاتب الاستشاريه او اللي راح لهم يحاولون يوحون لان الموضوع جد معقد على اساس بالتالي يصير يوازي المبلغ اللي طالبينه نعم. فما ادري فبالعكس هذا كلام مش صحيح والبنت هاوس ما ياخذ هذا الوقت حتى يطلب منه فقط خدمه واحده يراجعها اللي هو كهرباء على اساس نعرف ان البيت يستحمل كهرباء وهذا اضافه الى ان المكتب الاستشاري اللي بيصمم للبنت هاوس لازم يجيب شيء اسمه شهاده تحمل ما يثبت ان البيت يستحمل نعم. اضافه لان ما يجي واحد يبني والبيت ما يستحمل ويصير الكوارث والحوادث هذا كل المطلوب وهذه اشياء جد سهله لكن عمليه المساومه والتلميع ونفس مبالغ خياليه جد خيالي هالمبلغ 20,000 يعني على بنت هاوس خلي يجينا احنا ان شاء الله ما راح نقصر معاه ابراهيم بالنسبه ابراهيم سؤاله مش واضح اذا كان يقصد لا يقصد فيلا الان هو تكلم يقول لك من خارج الفيلا طبقين يبين ولكن هو يعني حب يعمل ميزانين داخل المنزل يعني مثلا يمكن يكون نص طابق بس في النص شوف ما بين الطابقين انا فهمت سؤاله بس انا الان مش عارف هو مو بعارف بالضبط شو يبغي لانه هو قال لك على اساس الليفل والديكورات اذا كان الليفل في الجبس وهذا الاشياء ما عندنا احنا فيها مشكله لا هو طابق ميزانين اذا ميزانين هذه ما لها علاقه اتكلم على ميزانين هو تحدث انه ميزانين ويعطي شكل اصلا شوف يعني احتمال على المدخل اول ما تشوف مثلا في طابق ثاني ولكن مو بالطابق الثاني في بعده بعد طابق ولكن هاي الميزانين يستخدم الاشياء
خلي أقول لك بطريقة سلسة. إذا كان ميزانين داخل الدور الأرضي بيكون الغالب. طيب مساحة الدور الأرضي تقريبا توصل لين 4 متر فما تحت. يعني عندك حدك 4 متر. إيه فبالتالي إذا قلنا حط ميزانين بيكون ارتفاع الميزانين كم مترين؟ فكيف بيبقى ميزان مترين فوق مترين مش قابل للحياة أصلاً يعني أوكي إحنا نسمح بالنظام نفس نظام الميزانين في الاستراحة مالت الدرج مثلاً من طالع الدرج إذا سويت بروز دائري نفس التراس على الدرج هذا ما عندنا مشكلة لكنك بتعمل ميزانين بالنص الدور الأرضي أو أغلبية الدور الأرضي هذه كأن دور ثالث نفس طيب الارتفاع نقول إذا بما أنك مثلاً ارتفاع الدور الأول عندك حد لأربعة متر صح ولا لا تقريباً 4 متر والدور الثاني بعد 4 متر ثلاثة وشوي إلى ممكن مشيها له طيب هاي 8 متر طيب 8 متر ما يقدر يقسمها على داخليا يعني على ثلاثة 4 متر على ثلاثة ما لا 8 متر يعني ما يقدر بطريقة معينة هندسية يقدر يقسمها لا مستحيل ما يقدر وحتى لو بعض الناس بيقول لك أنا أبغي لكن هو مو مريح للحياة مو بصح لأنه مو بيكون شوي السقف نازلة جدا في كثير من الناس مثلا كانوا صمموا أشياء اللي إحنا ما تدخل فيها مثلا قال لك أنا بعد فترة من تمام البناء يقول يا أخي أنا أخطأت يقول له طيب يقول لك يا أخي أنا كنت أعتقد أنا ما عندي خبرة ليش ما نصحتوني من قبل ففي بعض الأمور يعني شو أقول لك تأثر على الحياة وفي البيت نفسه يعني مثلا الحين لما جاء أدخل أقول له ما يصير تحط لي مطبخ مترين في مترين أو متر ونص متر يقول لك أنا محتاج بس عمليا ما يشتغل يقول لك أنا بيتي صح بيتك أنا مو قاعد أدخل في بيت لكن أنا قاعد أوجهك للشيء الصح اللي يخليك تعيش حياة يعني سلسة ومريحة مريحة. لك ولأولادك نعم طيب خلاص تداركنا الوقت المهندس مبارك محبوب النعيمي مدير مجمع رخص المباني في وزارة البلدية والتخطيط العمراني يعطيك العافية وشكرا على تواصلك ويعني جهدك صراحة في التواصل مع برنامج وطن الحبيب صباح الخير وإرادتك يعني ورغبتك أن أنت تقدم يعني توضيحات حول مجمع رخص المباني ونتمنى صراحة أن الكل يعني كل المسؤولين يحذون حذوك على أساس والمجال مفتوح صراحة في برنامج الوطن الحبيب اللي حاب أنه مثلا يوضح أمور معينة حول مجمع رخص المباني أو مثلا الإدارات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني يعني وزارات أخرى بإمكانهم التواصل معنا ورح نتيح لهم الوقت إن شاء الله في البرنامج على أساس أنه يشرحون